السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل اندلاع حريق داخل سوق مريدي بمدينة الصدر، وإليكم التفاصيل. بس فضلا لو انت لسه جديد تتفرج عليا لأول مرة، فضلا من حضرتك يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبدأ الخبر بتاعنا ونصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اندلع حريق في سوق المريد بمدينة الصدر ببغداد. الحريق نشب داخل ثلاث محلات تجارية. وفرق الدفاع المدني تكافح بالوقت وتحاول السيطرة على النيران، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات. طبعا منظر النيران رهيبة جدا بعد ما نشبت في ثلاث محلات تجارية. طبعا ربنا يصبر أصحاب المحلات دي وربنا يكون في عونهم. ده كان الخبر بتاعي، لو وصلت معايا لحد هنا فضلا منك يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اترككم في رعاية الله والسلام عليكم.